مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم على شاشه النادي الاهلي في تغطيه خاصه لاحتفالات النادي الاهلي بذكريات نصر اكتوبر. بالتاكيد مناسبه غاليه جدا على قلوب المصريين، مناسبه مرتبطه بمعاني كتير جدا، منها الاحساس بالفخر والعزه والكرامه. بالتاكيد واحنا بنتكلم على حدث مر على وقوعه 48 سنه، بنتكلم مش بس على فكرة احتفال أو ذكريات، لكن بالتأكيد بنتكلم كمان عن كتير من الدروس المستفادة. عنوان أو شعار أساسي مرتبط بانتصارات أكتوبر هو إنه المصريين ما بيعرفوش مستحيل. ولو عشنا مع الست سنين دول تحديدا وأدركنا عظمة تضحيات وقوة إرادة وعزيمة المصريين، تشوف قد إيه المصريين قادرين يتحولوا من مشاعر مرتبطة بمرارة هزيمة وفقدان أرض، بمشاعر إحساس بالانكسار، لأقصى درجات القوة والسيطرة والهيمنة في فترة وفي ظروف وصفها العالم كله بالمستحيلة. لكنها كانت اختبار حقيقي لمعدن المواطن المصري، كانت اختبار حقيقي لقوة إرادة ولعزيمة المصريين، ونجح المصريين كالعادة الحقيقة في إبهار العالم كله، ونجح المصريين في هزيمة ما قيل عنه في الوقت ده إنه المستحيل بذاته. قدر المصريين يجسدوا في خلال ست سنوات ملحمة. وبالمناسبة الحقيقة اسمحوا لي أوجه تحية كبيرة جدا للجيل ده من المصريين اللي منهم كتير عايشين بيننا ووسطنا لغاية النهاردة، تحملوا شيء فوق طاقة البشر وقدروا في خلال فترة بسيطة جدا يقوموا أقوى من الأول ويثبتوا للعالم كله زي ما بدأت كلامي إنه المصريين ما بيعرفوش المستحيل. أجيال كتيرة جدا جت بعد انتصارات أكتوبر، ومنها يمكن اللي ما تعرفش كتير عن تفاصيله، عشان كده ممكن تكون فرصة، ونادي الأهلي كمان بينتهزها فرصة، إنه يفكر وإنه يكرم وإنه ينور على واحد من أهم الأحداث اللي مش غيرت مجرى الأحداث في المنطقة، يمكن تكون غيرت مجرى الأحداث وكتبت تاريخ جديد في العالم كله. الأهلي نادي الوطنية في احتفالية خاصة جدا بانتصارات أكتوبر في ذكرها الـ 48، النهاردة هنعيش مع حضراتكم على مدار الساعات الجاية على شاشة النادي الأهلي، وأنا بتكلم وبقول نادي الوطنية، والوطنية تحديدا، قيمة الوطنية تحديدا، شعار الوطنية تحديدا، أكبر بكتير جدا من مجرد أن هو يبقى كلام منشطات أو كلام شعارات. الوطنية تحديدا ما تقدرش تلمسها وتترجمها إلا من خلال مواقف، ومواقف النادي الأهلي الحقيقة من تأسيسه لغاية يومنا هذا بتأكد في أوقات كثيرة جدا، وخصوصا أوقات الشدة وأوقات الاختبار وأوقات الابتلاء وأوقات الصعاب، على أنه النادي الأهلي هو نادي الوطنية. من 1907 ل 2021 الأهلي دايما يدي دروس في الوطنية. في مقاومة الاحتلال الإنجليزي كان الأهلي حاضر، في فترة وحروب حرب الاستنزاف وفترة المجهود الحربي كان الأهلي حاضر، وفي انتصارات 73 كان الأهلي حاضر بكتير من رموزه وكتير من أولاده. مش عايز أقول أسماء عشان ما انساش حد، بس منهم يمكن طبعا اللواء علي حفظي، اللواء محمود الجوهري اللي اتعرف بعد كده طبعا بالجنرال، واحد من أهم الشخصيات ومن أصحاب الإنجازات في الرياضة المصرية والكرة المصرية. أجيال كتيرة جدا حافظة اسم محمود الجوهري اللي وصل طبعا بمنتخب مصر كأس العالم 90 ووصل بينا للتتويج ببطولة أمم أفريقيا 98، اللي هو سمير زاهر، كلهم من ولاد النادي الأهلي اللي بالمناسبة شاركوا في صناعة نصر أكتوبر. النهاردة وعلى مدار الساعات الجاية وعلى شاشة النادي الأهلي هنقدم لحضراتكم احتفالية الأهلي بانتصارات أكتوبر العظيمة.